Je suis Amadeus, enchanté. Et je suis le fidanzato di Betty. قلكم لقد مات الغرب. هيا تفضل احكي وما فيها. ثلاثة أيام خرسوا. تري جورنا. كيف دار كاس الحب؟ الحب هو عنوان الفيلم. قصة حب. قصة الفيلم حب. قصة حب. قصة حب غريبة شوية، لكن في الواقع التونسي موجودة. قصة حب ما بين تونسية وإيطالي. المعجزات لا توجد إلا لأولئك الذين يؤمنون بها. أي. الحب قادر على أنه يصنع المعجزات. إذا كان زوز يمنوا به تولي معجزة. كما اللي صار مع أماديوس وبدرة. وبدرة بيتي اللي هي بيتي. بدرة. قصة الحب هذه اللي نشوفوها تضحك معها، تحزن معها، تنجم تاخذ مسافة زادة وتتغشش على أحد المحبين الزوز، تنجم تهزك على أنه فما استغلال في العلاقة من بدرة بيتي للحبيب الإيطالي اللي بشي سمعنا يقول إيطالي مع التونسية، معناه فما حكاية أوراق، فما حكاية إلى أي مدى العلاقة كانت فما جانب مصلحة. شوف الـ هو ديما الحاجة سكيت انتريسون كونه الشخصية مركبة ومعقدة. كل شيء وارد وكل شيء ممكن. إلى أي حد في نفس الوقت يتعايش الحب مع حب التوريق زاد، فهمت؟ هذوما زوز الواقع يحتوي على هاتين معناها الفكرتين، لكن يتعايشوا مع بعضهم. وساعات نجم تقول هذا يغلب هذا، لكن هذيك الحقيقة وهذاك الواقع. الناس العباد تحب وتكره في نفس الوقت، العباد تتمنى وما تخلطش على حاجة وتتمنى تولي العكس بتاعها. الحياة في نفس الوقت معقدة وفي بعض الأحيان تسهل. في المثل الشعبي متاعنا يقول لك أضحك وخليها على ربي. هذا كان موجود في الفيلم. هل المبدأ هذا تمن به مراد؟ أنك تاخذها بمعنيها ما تعطيهاش برشا هكا تفكير وتعيش مع الضغط اللي ممكن الواقع يفرضه في الواقع باش تمشي الأمور. شوف أنت وكيفاش تفهمها الوضعية هذه اللي تقول لي تخلي على الله، يعني تتخلى على ما يمكن أن تفعله وتخليها كيف ما تجي، وإلا لا تتخلى، معناتها جو نو ديميسيون با. إذا كان بمنطق جو نو ديميسيون با، لا أتخلى على كل ما يمكن أن أفعله، وقتها أي نجم نشوف الواقع كما هو والوضعية على ما هي ونتعامل معها، لكن من غير من معناها جو ديميسيون ونتخلى على كل ما يمكن أن أختاره. الشخصيات بتاعي يلزمها تختار الواقع، تتعارك باش توصل تفرض فكرها أو باش تفرض ما ترمو إليه. وهذيك هي القصة في أصلها، هي قصة حب يقع معناها انسداد الأفق أمامه، من بعد نشوفوا كيفاش باش يتوصلوا أو ما يتوصلوش الحل. هذا هو، هي رحلة عقد القران أو عقد الزواج في تونس. هل باش ينجم يوصل للنقطة الأخيرة اللي هي يصحح وتولي زوجته، وإلا لا بين زوج ثقافات اللي هي قد ما النجم نقوله غريبة على بعضها ولا ما تتشبهش، قد ما نلقى فما برشة تشابه في الشخصية. هل هذا موجود في الرواية؟ يعني مراد إلى أي مدى قعدت وفي للرواية؟ ما نعرفش بالمنجد ما نعرفش. هاو باش نقولك علاش. إذا كان بديت نخدم على نص نحط روحي فيه وما عادش نفرق ما بين اللي مكتوب من طرف الكاتب من طرف سيريدا واللي زايد وانا ولا حورت وانا ولا زدت، بالمنجد اليوم تقول لي شنو من معناها من الكيس هذا وشنو من الكيس الاخر، نقول لك والله ما نعرف.
وبالمنجد راني على خاطر نتبنى النص بحذافيره. إذا كان خذيته نتبناه بحذافيره. تعرف معناتها تتبناه بحذافيره؟ معناها تخلق لروحك الحرية التامة في التصرف. خاطر كان ما تتبناهش بحذافيره ما تخلقش القدرة هذيك على التصرف في النص تغييره. علاش؟ على خاطر أنا نرتبط بجوهر الفكرة أكثر من اللي نرتبط بالتفاصيل. فلما نفهم جوهر الفكرة ونتبناه ونتصرف في النص نكون واصلت المشوار. أنا ما نجيش نعمل صورة فورية لنص معين في لحظة معينة. لا، هو سيناريو ساعة وقت اللي تكتب. أنا كتبت 17 مرة سيناريو. عودت 17 مرة. في كل مرة فما تغييرات كبيرة باش نجم نقول اللي هو من فيرسيون لفيرسيون تعديت. فهذاك الكل المشوار هذاك الكل في الاخر بالمنجد ما عادش تعرف شنو اللي من عندك وشنو اللي من عند الكاتب. وهذا اللي انا بالنسبه لي انا هذا المهم. اذا كان نوصل للتخميره هذيك اللي تجعل من راو كيف ما مغني يغني غنايه لشاعر، اذا كان ما يتبناش المعنى بتاعها وجياعتها والفرحه اللي فيها ما ينجمش يأديها. كيف المخرج اذا كان ما يتبناش النص بفكرته بجوارحه بما ديجا في النص يمس القارئ. اذا كان هذاك انت ما تتبناهش وما تفهموش وما تحسوش ما تنجمش تزيد على النص هذاك. قصة الحب اللي شفنا من خلالها مسائل عويصة يعني فقهية، ولكن الكوميديا الساخرة كانت حاضرة والكوميديا السوداء. اختيار كان موجود في الرواية وإلا سينمائيا وكتابة السيناريو والتعاطي مع الموضوع ذي حبذت أو خليتك في ضرورة أنك يلزمك تعطي تناول الكوميدي باش ما يكونش جاد وتنجم تعدي رسائل برشا الضحكه. شوف اي هو هي موجوده في النص وهذيك من الاشياء اللي شدتني للنص هذاك اللي جلبتني في النص هذاك. من بعد الكوميديا انواع وانا عملت كوميديا تشبه لي رغم اللي العباد تعرفني على خاطر نخدم اشياء عميقه ووثائقي ويوميات امراه على وضعيه المراه معناها، لكن زاد بنفس الطريقه وبنفس الروح نخدم الكوميديا ونحب زاد نغير نوعيه التحدي معناها نجدد روحك. نجدد روح اي ثم تجديد لكل فيلم يعاود يفرض عليا او كل عمل يعاود يفرض عليا رؤيه جديده تركيب عالم جديد اللي المتغيرات فيه مختلفه على المتغيرات اللي سبقت في الاعمال السابقه. ما نعاودش نفس العالم من حاجه لاخرى من مشروع لمشروع. كل مشروع يفرض عالم ينجم يكون مختلف. الانفتاح هذايا والتنوع ممنعش وانه كي تتفرج في الفيلم تلقى اللغه السينمائيه والصوره لمراد بالشيخ حاضرة سواء في أعماله السينمائية أو التلفزيونية من خلال اختيار الألوان الجمالية، الفن التشكيلي والبانتور اللي حاضرة، الرمزية كذلك في الأشكال الهندسية، هذيك هي نجم نقول البصمة بتاعك. شوف بالنسبة لينا السينما حاجة متكاملة. في نفس اللحظة اللي نبدأ نكتب فيها التصور بتاع الصورة نبدأه من لحظة الكتابة. العالم اللي نبدا نتصور فيه ونحط الشخصيات في وسطه يبدا المستوى المرئي بتاعه من لحظه الكتابه. انا جاي من الفنون الجميله زاد درست فنون جميله وهذا شيء ولو بعدت عليه
يقعد في قرارة نفسي، معناها نقعد فنان تشكيلي. لكن ثم تكامل ما بين ما تحكيه الصورة، ما يحكيه الوضع، وما يقال. هذا الكل معناها يمشي فرد في تناغم أو في معاكسة في بعض الأحيان، لكن ديما الاختيار والتفكير يكون على كل المستويات في نفس الوقت. أنا لهنا مش باش نطول برشا، ما نفتح قوس، لأن يعني السينما هي من الفنون التي تفتح ذراعيها لكل الفنون. أي ويلزم ال وهنا قاعدين نشوفوا معنى الفرق اللي يفرق بين فيلم وفيلم ومخرج ومخرج، هل عنده اطلاع ونشوفوا احنا برشا مخرجين دائما ينوه ولا نقاد يقول لك مهم أن المخرج تكون عنده خلفية فكرية ثقافية فنية، على خاطر في الأخر اللغة والسينما يلزم المتفرج يتشبع ويستمتع كذلك وتكون عنده الخلفية. نحكيه على الكاستينج، نحكيه على الكاستينج. تقريبا ما شفنا احنا الافلام المشتركه، اما اول مره نلقاو بطوله ممثل ايطالي مع ممثله تونسيه نيكولا نوتشيلا وامل مناعي لاول بطوله ليه سينمائيه. مش اول بطوله، اول مره تقف امام الكاميرا. تحيه ليها. رياض حمدي، جمال المديني، مراد الغرسلي، شكرا رماح، فاطمة فالح اللي شفناها كذلك، زكراوي منيرة زكراوي، منيرة زكراوي تحية لها. حطيت زوز أبطال شباب نجم نحكيه، أما دايرين جمال المديني ممثلين عندهم خبرة وعندهم يعني أعمال في الرصيد. مثلا يحيى الفايدي، الجمهور العريض في التلفزة يمكن ما يعرفوش، لكن من أحسن الممثلين زادة. معناتها ثم جايين، هو الأب، ثم معناتها الخليط ما بين اللي جايين من السينما واللي جاي واللي اشتغلوا تلفزة وسينما سابقا واللي جايين من المسرح. وما تحسش الفرق بيناتهم في الأخر، معناها شكون جاي. نقول على بعض خلينا نشوق للمستمعين، هما مفاجئات راهو في الفيلم، هما ضيوف. لا بشوي بشوي احنا حوارنا مش يتجاوز السبع. انا قلت قبل السبع مش يتجاوز السبع، على خاطر فما برشا ما نحكيو. نرجع للكاستينج. شوف باش نفسر لك انا فكره الكاستينج عندي. انا فرحان برشا ساعه بالكاستينج بتاعي وبالممثلين اللي خدموا معايا الكل. ما ثماش ادوار صغيره بالنسبه لي انا، حتى اللي يجي يمثل معاك شطر نهار الدور بتاعه مهم ومهم جدا. دونك من اللي يظهر دقيقتين للي يظهر في شطر الفيلم وهو موجود، كلهم عندهم نفس القيمه، على خاطر اللي يظهر دقيقتين ينجم يطيح لك كل الواحد. فيلزم كاستينج متناغم متكامل، وكل واحد فيه يركب في بلاصته. تعرف باش نشبه هنا الكاستينج بتاع فيلم بفريق بتاع كرة. ما تنجمش تخدم فريق كرة تجيب أحسن اللاعبين فقط تلمهم الكل ما تربحش، وتجيب أخيب اللاعبين ما تربحش. شو السر؟ السر كونه يلزم تكامل. وقت اللي نقول اخيب واحسن راهو سيرولاتيف، على خاطر انا الحق خدمت مع ممثلين كلهم باين. وهذا معناها هذا مهم برشا. لكن اللي نحب نقوله كونه يلزمك تكامل، اللي يلعب نومو 10 تحطه يلعب نومو 10، واللي يلزم يلعب ديفونس يلعب ديفونس، وكل واحد يلزم دوره واضح، واللي يرد الدور واضح هي القصة. القصة تفرض كون الشخصية تأدي بالطريقة هذه أو بالطريقة الأخرى. يعني في الكتابة تكون واضحة والشخصية عند أبعادها الكل واضحة، فبالتالي فهم شكون فهم أي كل واحد يجي يلقى الآلة اللي باش يعزف عليها واضحة. نيكولا نوتشيلا وأمل مناعي، خلينا نركزوا معاه. نبداو بنيكولا نوتشيلا. نيكولا نوتشيلا ممثل معروف في إيطاليا،
الحق أنا فرحني برشا بحاجة مثلا سمعته حتى قالها اليوم العشية في الراديو الإيطالية التونسية معناها لاشين انترناسيونال ان إيطاليان اللي التونسي الدولية باللغة الإيطالية قال لي هو نيكولا ما معناتها عنده تجارب عديدة لكن ما يختارش أي عمل فهمت دونك قال انا السيناريو هذا عجبني والشخصيه هذه عجبتني وقررت باش نخدمها. وانت كيفاش عرفتك علاش اخترته هو مش ممثل اخر ايطالي؟ لا هو البحث على شخصيه راهو تتعدى باطوار عديده راهو احنا خممنا في برشا ممثلين اخرين في ايطاليا ولكن الرؤية تضاح بشوية وثم زادة تدخل في القياس ساعات أشياء وين باش تصور كيفاش باش تصور قديش عندك تمويل قديش يتكلف كذا دونك بشوية تبدأ الرؤية تضاح من معناها من أسماء متاحة عديدة بشوية تقف على ثلاثة اثنين واحد ومن بعد تقول هذه الشخصية. لكن وقت اللي أنا قابلت نيكولا وحكينا مع بعضنا وجمعتنا عشاء في ليتش طويل برشا وحكينا على كل شيء أنا عودت كتبت سيناريو مرة أخرى على خاطر كتبته على قياس الشخصية هذيك أو بالملامح بتاعها الكل بما هي بقدرتها على الأداء وقدرتها على التصور والروح اللي موجودة في الشخص هذاك زادة خاطر يلزم ديما تبني على روح موجودة في الشخص ولو الممثل البارع والممثل المحترف اللي عنده خبرة ينجم يجسد لك معناها أشخاص مختلفة جدا من فيلم لكن ديما يتبناه على واقع ما داخل الشخص هذاك داخل الممثل هذاك. أمل المناعي أول مرة قدام الكاميرا هي معناها مساعدة مخرجة هي خدمت معايا معك ستاجير في أولاد الغول أول مرة حتى تساقيها في بلاتو وجات تعمل في ستاج بتاعها في أولاد الغول كمساعدة مخرج ومن بعد انطلقت واليوم أصبحت من المساعدين أي معناتها من المساعدين اللي يخدموا تبارك الله عليها معناها في خدمتها كمساعدة معناها العباد يحبوها برشا وتخي بروفيسيونيل لكن شخصية بيتي صعيبة برشا صعيبة تحكي بالإيطالية يلزم تحكي بالإيطالية وتحكي بالتونسي وخاصة معناها يلزم فيها روح معينة وكيف من الأول بديت البحث عريض بطريقة عريضة ومن بعد بشوية كنت ديما نفيق اللي صعب ما قبلت برشا إمكانيات لباتي لكن ديما نلقى حاجة اللي ما هيش متناغمة مع العالم اللي أنا بديت نركب فيه ونتصور فيه تنطق بالكدا وتحكي بالكدا لا بالإيطالية تنجم ما تحكيش بالكدا لكن بالتونسي يلزم تحكي بالتونسي بالكدا كما شفناه يعني هي قوتها في الحوار وأنها بسرعة قل لك تنطق الإيطالية بسرعة وبسلاسة ومعني وبإتقان وترجمها التونسي لكن زادة جيوبو تونسي لكن الروح بتاع الإنسانة هذيك هي اللي مواتية بيتي ايه معني ما جيتش لبالك من الأول لا ما جيتش لبالي من الأول لكن في لحظة ما قلت مخاطر كيفاش جات لبالك هي المفروض مهمتها تجيب لك الممثل لا هذا ما هو كي خدمت معايا انا قصت قدرتها على العمل على النصوص انا على خاطر وقت اللي هي تعمل في الستاج بتاعها معايا مثلا انا قررت كوني هي اللي تراجع النصوص مع الممثلين تعرف الممثل باش يحفظ نصه يلزم شكون يقف قدامه ويعطيه لي ريبليك كم هي عندها قدره على
كيف ما نقولوا في الممثلين يقول لك تقول صحيح. مش تقوله لغويا صحيح، لا تعطيه تعطيه معنى، تعطيه نابع وقت اللي يتقال نابع من شخصية عايشة اللحظة هذيك. فهي تقول صحيح، وإذا كان تقول صحيح الممثل دوره يحفظه بالصحيح، مش يبدأ بارد اللي قدامه يعطيه الريبليك. الممثل يحفظ ما يعيشش بلينمون الوضعية، وقت اللي الآخر يعطيه بالريتم الصحيح باللانتونسيون الصحيحة يلقى الممثل روحه. دونك أنا ديجا جربتها في هذاك، نعرف قدرتها على بعض الأشياء. من بعد عملنا كاستينج وعملنا جربنا من اللول قالت لي أنا ما صدقتش، خاصة وكونه كانت الوضعية هذه، على خطر هي خدمت مع في حرقة وعملت معهم الكاستينج بتاع حرقة، فيلم حرقة ولا المسلسل حرقة بتاع لسعد، مع لسعد. دونك هي وقتها عملت معهم على البرشة تونسيات اللي يتكلموا بالإيطاليان، بما أنه بارتي من المسلسل مصورة في إيطاليا. دونك أنا كلمتها وقلت لها معناتها شكون اللي قابلتهم واللي عرفتهم واللي معناتها جاو بينيديك وانت تعمل في الكاستينج هذاك اللي يتكلموا، عادة تقول لي هذه فلانة كذا فلانة كذا فلانة كذا، ثم اللي ما نعرفهم شو ثم اللي نعرفهم. حسيلو نهار مشينا تفرجنا في مسرحية إيطالية تونسية، وهي تقدم لي في الممثلات التوانسة اللي يتكلموا بالطليان، وأنا أقول لها سايب عليك سايب عليك إجا عندي ما نحكي معك. مهدي عايشي سمعناه في عين الطماع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا المساء، في الساعة الثانية من هذا المساء، ومازال معانا المخرج مراد بالشيخ، مخرج عصفور جنة، الفيلم الجديد اللي باش ينطلق في القاعات انطلاقا من 25 سبتمبر. شوف أنا مش على خاطر هو بحذيرة، أما نقول لكم ما تفلتوش ساعة ونص من المتعة من أنك تضحك على مواقف تنجم تراها تعيشها في العادي. المواقف هذيك ينجموا يخليوك تضغط، تنجم تدخل في تنجم تهزل الأماكن صعيبة شوية من نقاش، لكن بكل سلاسة تضحك معها وتعيش قصة الحب الممتعة ما بين بدرة بيتي وما بين أمادوس. أمادوس اللي هو الاسم زادم عنوان فيلم موزار. هو فولفغانغ أماديوس موزارت. أماديوس. ولا. دونك على هذاك هو اسمه أصلاً في الإيطالي أماديو. فهمت؟ أما يتربجوا به يقولوا له أماديوس. أماديوس. وشفناه حارس على الاسم، حارس على الصورة متاعه به. خلنا نحكي شوية توا هك شوية من غير ما نحرق الفيلم والأحداث. أما الفيلم يطرح قصة حب، لكن يطرح كذلك التعايش بين الأديان والاختلافات. يعني موضوع صعيب ونقاشات تتعمل عليه سينمائيا وفنيا. كيفاش نجم مراد بالشيخ يقدم الفكرة والنقاش هذا ويكون حاضر، كل الرؤى حاضرة في الفيلم؟ ساعة أول حاجة كونه الإنسان يكون صريح في عندك فكرة الواقع، فكرة الواقعية وفكرة الصراحة، هذوما ثلاثة حاجات إذا كان تتعامل معاهم وانت تحترمهم تنجم تتداول كل الإشكاليات وكل معناتها المشاكل. من بعد كل شخصية تدافع على وجهة النظر بتاعها، وتدافع عليها تنجم بشراسة، وتنجم تدافع عليها بنذالة زادة، بتنقضات يدافع على حاجة هو يعمل فيها أي هو ضدها، هو ضدها. كما نعيش كما يعيش المجتمع التونسي، راهو فيه الباهي وفيه الخايب وفيه ساعات شخصية في نفس الوقت باهية وخايبة. هذه واقعية الوضعية. دونك إذا كان أنت تجعل الشخصيات كاملة، يعني في كل شخصية كاملة
ومتكاملة بين بعضها، كل واحدة تدافع على وجهة النظر بتاعها، وكل واحدة بكل صراحة تمشي إلى آخر المطاف اللي تحب توصله، تكون المتفرج تخاطبه في حريته لفهم الوضعية، وفي حريته لقراءة الإشكاليات، وفي حريته لاختيار الجواب المناسب. هذا تعطيه له في بين يديه، هو يحوصل وهو اللي يقتنع بفكرة ما. فأنت تبني على ذكاء المتفرج وقدرته على الوصول إلى حل، ماكش تبني على كونك قاعد تثبت في الخيوط بتاعه، قاعد تلو مانيبول. On ne manipule pas le spectateur. ما نتصرفوش فيه، ما نتصرفوش في أفكاره، ما نجبروهش على مش اختيار وقتها، على السقوط في مكان معين. لا، هو يعني ديما معينة، هذيك هي الحقيقة. أي لا لا، هو في كل الوضعيات يكمل الحكاية في 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 اختياراته، في قراءته، في الطريقة اللي يفهم بها واللي يوجه بها القراءة بتاعه. أدام آدم هي شخصية حاضرة في الفيلم، هو صديق أماديوس، صديقه التونسي اللي شفناه في أول الفيلم، في وسط الفيلم، وفي آخر الفيلم، اللي هو جسدها الممثل والمخرج. علاش أنت جسدت الشخصية هذه برمزية آدم؟ شوف، أنا ما كنتش باش نخدمها الشخصية هذه، نقول الحقيقة، وأنا كان الكذب ينجي الحقيقة تنجي مرتين. لا، أنا فما كان أحمد الحفيان هو اللي باش يجسد الشخصية هذه، وابن أحمد الحفيان اسمه آدم. تحية لآدم بالحق. إيه دونك لكن في الأيام اللي كنا باش نصوروا فيهم في تونس شخصية آدم عندها تصوير، أحمد الحفيان مرتبط بتصوير في إيطاليا، فبالتالي ما ينجمش يجي لتونس. حاولنا نغيروه بهادي كريسان، كيف كيف اللي هو كان ينجم يؤدي شخصية آدم، وكيف كيف هادي كريسان عنده عقد وما ينجمش يسافر لتونس. زوز يصوروا في نفس الوقت أفلام مختلفة لكن عندهم عقود وما ينجموش يسافروا، فكيف كيف معناها يلزم واحد يتكلم بالتونسي ويتكلم بالإيطالي ويكون معناها يجسد شخصية آدم. فيلزم روحك انت في اللعبة. لقيت روحي انا في اللعبة. وقتاش تصور الفيلم؟ تصور في ابوبري مارس 23، يعني مش السنة، مش السنة، اي قبل بعض. المخرجين مش مراد باش يخبرك في الفيلم، قول ولا ما نقولش؟ وي، محطوط اسمه على الافيش، والافيش معلقة. دونك عبد الحميد مشناق حاضر كممثل، ونعرف انه عبد الحميد هو مخرج لكن هو ممثل زاده، والفضاء تياترو، وعمل اعمال مسرحيه، وديما حاضر ونشوفه في شخصيات حتى في المسلسلات. تحيه لي. علاش عبد الحميد حبيت هذايا الانسجام ما بين زوز اجيال من المخرجين؟ لا لا لا، هو زاده على خاطر احنا نتبادلوا، انا مشيت مثلت عنده وهو جاء مثل في كينيا، ما كانش اي بالحق. اي لكن الحلقة اللي تعديت مرة برك. اوكي. قلبتوا الادوار. قلبنا تبادلنا الادوار. شو ذكرتوني في فترة النوغيل باك في فرنسا، وقت المخرجين يمثلوا يعني عند بعضهم. اي خاطر هذا شيء طبيعي. هو بحبة للتمثيل ولا في إطار أنه هنا مع بعضنا كمخرجين؟ لا لا، هو في إطار هنا مع بعضنا ساعة كمخرجين، هنا مع بعضنا ندزوا في نفس الاتجاه، وبكل معناها تلقائية وحب وتبادل.
معناها انا مشيت عملت جو، صورت معاه نهار وعملت كيف على الوضعيه هذيك وعلى الشخصيه اللي تقمصتها، وهو كيف جاء بكل معناها بالمنجدره، معناتها الحاجه اللي تفرحني انا برشا ويظهر لي فرحته زاد هو برشا. زاد الحضور نتاعو كان كوميدي وكذلك كان معاه محمود السعيدي. محمود السعيدي صورت معاه قبل نغني على الحب تحيه لي، وكان حاضر وغنى كذلك في الـ في الـ في الفيلم. استغليت الجانب الموسيقي لمحمود السعيدي، استغليت اي كيف نقول لك راهو معناها اي وقت اللي نختار الممثل ثم تكامل، وقت اللي نقول لك ناخذه على خاطر في عندي وضعيه ما يلزمها شيء هذاك، انا ناخذ اللي نجم يلعب في دور نمرو 10 ولا في دور نمرو 6 ولا في دور نمرو 8، يتحط في بلاستو وهو ملاها بلاستو هذيك على خاطر كان ما ملاهاش ماهيش. انا ما نجيبش من الانستغرام وما نجيبش من الفيسبوك. الفيلم متصور 2023 ونجاح كذلك محمود السعيد اللي هو معناه برز، هو حاضر معناه في الأعمال قبل، لكن ممكن نجاح دور بالقاسم في رمضان اللي فات كان نجاح كبير برشا، فبالتالي استفدت زادة ويجيب جمهوره. هذيك ستون ديناميك ما تعرفش عليها كيفاش تصير، ما تنجمش انت تقول لا بديتها هكاك، لا تصير أغزر. وفي الأخر ثم ممثلين باهين والتقنيين باهين، واللي كل واحد اذا كانوا باهي يفرض روحه، تكون له مكانه معناها يقف فيه ويملاه. معناها انا نفرح وقت اللي نتعامل مع عباد اللي يملاو بلاصتهم، مش كان عندي انا، حتى مع عباد اخرين، على خاطر كيف ما قلت لك معناها هذوما ناس عايشين الحب هذاك، عايشين حبهم للمهنة هذه واللي تعاطي مهنة التمثيل، وما تنجمش تغمض عينيك وقت اللي تخدم مع عباد تحب خدمتها. تشيخ عصفور جن نذكر دريكت معني مباشرة نرجع لعصفور سطح فما عصافر جن مسرحية زادة ونجحت وقتها ليس بكار، إخراج ليس بكار وكان فيها لطفي العبدلي محمد علي بن جمعة وبرشا ممثلين في بداياتهم. اختيار للعنوان كان عن قصد وأنه كأنه النجم نقوله تكريم أو ماج للأسماء اللي فاتت، مش تكريم وكأنه مفهمش قطيعة هو كل مرحلة. لا هو أنا إنسان مانيش يعني مع فكرة القطيعة مع ما سبق. السينما التونسية عندها أجيال مختلفة وعندها منعرجات خذاتهم. مثلا نحن باش نعطيك مثال، يقولوا اللي السينما التونسية خذات منحة آخر وقت اللي مع ريح السد. أي ريح السد هو اللي وضح المنعطف هذاك، لكن قبله بشوية ترافيرسي بتاع محمود بن محمود، ترافيرسي هو اللي بدأ الخطوة الأولى ومن بعد ظهرت بالقداء في ريح السد. فثم تواصل راو، وحتى وقت اللي ثم ما يسمى بالقطيعة هي مواصلة لخطوات لمخرجين سبقوا وكانوا يمكن بربشوا في اتجاه ما وصلوش آخر. يا أخي أنت تاخذ وتواصل عليهم، حتى اللي يحط روحه في مبدأ القطيعة الكاملة ما ينجم يبني القطيعة هذيك الكاملة ويقول أنا ضد كذا وضد كذا وضد كذا وضد كذا إلا على خاطر كذا وكذا وكذا وكذا، واضح موقفهم. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك مراد بالشيخ. نذكر عصفور جنة انطلاق من 25 سبتمبر
كل نهار نقول جويلية 25 سبتمبر في القاعات السينمائية التونسية، وأكيد إن شاء الله بعد ما تتفرجوا في الفيلم نعاودوا يكون لقاء مع أبطال كذلك الفيلم باش نطرحوا عليهم أسئلة ممكن طرحوها المشاهدين والمتفرجين. امشيوا وتفرجوا في عصفور الجنة، نوعدكم ساعة ونص متعة من الضحك وبرشة تسامح وحب في الفيلم، رسائل حب. شكرا لك مراد بالشيخ، كل التوفيق في الجولة. شكرا.